<متدأ> بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين في هذه الحلقات باذن الله سبحانه وتعالى نبدأ الكلام حول هيكلية الثقافة الإسلامية، وتمييز هذه الثقافة عن العادات والتقاليد لدى الشعوب المسلمة، وكذلك الثقافات المستوردة، وقبل أن نبدأ بالحديث ينبغي ان نقدم مقدمه في معنى الثقافه حتى نخرج من الضبابيه الموجوده في مفهوم هذه الكلمه لان هذه الكلمه كلمه الثقافه فيها نوع من الغموض والضبابية، وهذا الغموض وهذه الضبابية في كثير من الأحيان تؤدي إلى فهم سقيم لبعض المفردات. الثقافة لها معنيان، المعنى الأول للثقافة هو المعتقدات والقيم التي تحملها أمة من الأمم أو شعب من الشعوب، كما هو واضح أن الأمم أو الشعوب يعتقدون بقيم ومبادئ، هذه القيم والمبادئ تختلف من أمة لأخرى ومن شعب لاخر فقد يكون امرا عند امه او عند شعب يعتبر قيمه من القيم في حين ان ذلك الامر عند امه او شعب اخر لا يعتبر من القيم بل قد يعتبر نقيضا للقيم مثلا هناك شعوب، هذه الشعوب تعتقد بمعتقدات معينة، وشعوب أخرى لا تعتقد بتلك المعتقدات وبتلك القيم. في عالم اليوم، حيث أن الكون الدنيا تحولت إلى قرية صغيرة وحيث الهجره الواسعه وامكانيه النقل الانتقال من منطقه الى منطقه اخرى صار فهم قيم كل امه او كل شعب سهلا الشعوب المسلمه والشعوب الشرقيه بشكل عام مثلا يعتبر الحياء عندها قيمه من القيم المهمه جدا في حين ان الشعوب مثلا الاوروبيه عاده لا تعتبر الحياء من القيم بل قد تعتبره تعتبره تخلفا وانغلاقا ويعتبرون مثلا المراه الحيه التي تمتلك هذه الفضيله المهمه الحياء يعتبرونها مثلا معقده فهذا المثال يكشف لنا ان بعض الامور التي تعتبر عند بعض من الشعوب والامم قيمه مهمه عند شعوب اخرى قد تعتبر تخلفا، فالمعنى الأول للثقافة هو القيم أو المعتقدات التي تحملها الأمة أو الشعب، المعنى الثاني للثقافة هو مجموعة العادات والتقاليد كثير من الاحيان الشعوب لها عادات وهذه العادات او التقاليد تشكلت بمرور الزمن هذه العادات في الاكل في الشرب في طريقه الزي في طريقه الحياه عادة يرتبط بالأمور العملية أو بالأمور الاجتماعية فقد لا يكون ذلك الأمر قيمة من القيم بمقدار ما هو عادة من العادات وتقليد من التقاليد هذا أيضا يعتبر من الثقافة من ثقافات الشعوب والأمم الأمور العملية التي يعبر عنها بالعادات والتقاليد. نحن حينما نعبر ونقول الثقافة الإسلامية ليس مقصودنا المعنى الثاني وهي العادات والتقاليد للشعوب المسلمة وإنما المقصود منظومة القيم التي أرساها القرآن الكريم والتي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعد الرسول بيّنها أوصياؤه عليهم الصلاة والسلام هذه المنظومة المتكاملة من القيم هذه نعبر عنها بالثقافه الاسلاميه وحينما نتكلم عن الثقافه الاسلاميه في هذه الحلقه والحلقات القادمه باذن الله سبحانه وتعالى نقصد هذا المعنى لتوضيح الامر نذكر مثالا واظن ان هذا المثال ذكرناه ايضا في البحوث المتقدمة في سلسلة أخرى، الستر هذه من القيم الإسلامية الهامة، يجب على الرجل أن يستر نفسه بمقدار معين مذكور في الفقه، وكذلك يجب على المرأة أن تستر نفسها من الأجانب. ما يعبر عنه بالحجاب الساتر هذا من ضروريات الدين ولا إشكال في ذلك بين المسلمين ولا علينا ببعض أدعياء الثقافة أو التنوير الذين يريدون سلخ الحجاب من الفرائض الدينية متأثرين بالثقافات المستوردة وإنما علينا بأن مسألة الساتر من ضروريات الدين الإسلام لم يعين كيفية خاصة للستر وإنما الواجب عين أنه المناطق معينة من الجسم يجب أن تستر اما كيفية هذا الستر لم يعينه، فلذا نجد ان الشعوب المسلمة كل شعب بل في بعض الاحيان حتى الشعب الواحد المناطق تختلف يوجد الستر ولكن بكيفيات مختلفة وبأزياء مختلفة، قد تكون بعض هذه الكيفيات كانت موجودة من قبل الإسلام حتى يعني مثلا العباءة كانت موجودة قبل الإسلام سواء للرجال أو للنساء المجتمع العربي كان الرجال والنساء يستعملون العباءة وبعد الإسلام استمر هذا الاستعمال ولم يحضر عنه الإسلام فالكلام ان هناك قيمه ومبدا من المبادئ من الثقافه الاسلاميه الاصيله وهو وجوب الستر نحن حينما ناتي ونميز بين ما هو مبدا من المبادئ الاسلاميه وبين ما هو عاده من عادات الشعوب الاسلاميه فانما نريد التشخيص بين ما هو من الثقافة الإسلامية وبين ما هو من عادات المجتمع الإسلامي أو المجتمعات الإسلامية، الخلط بين الأمرين يسبب في كثير من الأحيان أن الإنسان يتصور عن الآخرين بأنهم مارقون عن الدين باعتبار أنهم لا يتبعون العاده الذي هو تربى عليها يتصور ان هذه العاده هي من الدين في حين ان تلك العاده من تقاليد مجتمعه او شعبه وليست من صميم الدين في حين انه لو تم التمييز بين المبادئ وبين عادات هذه الشعوب فحينئذ نتمكن من تمييز بين من يلتزم بالدين وبين من لا يلتزم، وهذه نقطة هامة، والآن نحن نجد أن بعض الذين يريدون تربية الناس على تطبيق الإسلام وتطبيق أحكام الإسلام، البعض منهم يخلط بين الأمرين فيحاول أن يفرض عادة منطقته على المناطق الاخرى والكلام الذي يوجه اليه بان هذه العاده ان كانت من صميم الاسلام فهذه لا نعبر عنها عاده وانما نعبر عنها بانها حكم شرعي سواء بنحو الوجوب او الاستحباب وهذا يجب ان يبين للناس ان هذا الامر من احكام الشرع ولكن إذا كان من عادة قومه أو جماعته أو شعبه فبعنوان أنه من صميم الثقافة الإسلامية يحاول فرضه على الآخرين فالنتيجة تكون إصابة هذا الشخص بالفشل وعدم تمكنه من ذلك، إضافة إلى أنه ضعف التبليغ، لماذا؟ لأنه ليست هناك أولوية لفرض عاده منطقه على منطقه اخرى الا اذا كانت عاده المنطقه الاخرى عاده سيئه او متعارضه مع القيم الاسلاميه اما اذا لم تكن متعارضه مع القيم الاسلاميه فان يشغل المبلغ او الداعيه نفسه بان يحاول ان يفرض عاده قومه او جماعته او شعبه على الاخرين فان في ذلك خلفا لوقته وفي كثير من الأحيان لا يحصل على النتيجة المرجوة لأن عادات الشعوب قسم منها وليدة من الجغرافيا قسم منها وليدة من الأنظمة السياسية قسم منها وليدة من التاريخ قسم منها وليدة من ال من العرق أو القومية يعني مثلا الذي يعيش في المناطق الباردة والذي يعيش في المناطق الحارة هناك تقاليد يتعلق به كيفية الزي تختلف من هذه المنطقة إلى تلك المنطقة الجغرافيا لها تأثير الذي يعرض للبرد أكثر في زيه يستعمل طريقة تختلف عن الذي يعرض للحر، قد يكون هناك بسبب التاريخ، يعني هناك مثلا عادات هذه تراكمات من التاريخ ورثتها الاجيال اللاحقه من الاجيال السابقه، وهذه العادات ان رفضها الاسلام فطبعا يجب بيان ان هذه العادات عادات سيئه. ولذا رفضها الاسلام لان الاسلام لا يرفض امرا حسنا الا اذا جاء باحسن منه. وبشكل عام كثير من العادات والتقاليد لم تكن عادات او تقاليد سيئه ولذا اقرها الاسلام، يعني نحن نشاهد انه مثلا العرب قبل الاسلام كانت لهم خصال حميده وبعد الاسلام الاسلام اقر تلك الخصال. أو كانت لهم بعض العادات، هذه العادات كانت حميدة، الإسلام أقرها. العرب قبل الإسلام كانت عندهم الكرم قيمة مهمة، إكرام الضيف من القيم المهمة عندهم. الإسلام أقر هذه العادة. والعرب أخذوا هذه العادة من تراكمات تأريخية لأنهم أحفاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإبراهيم كان كريما وكان يكرم الضيف حتى عندما جاءه الملائكة الأربع فتصورهم ناس مع أنه أربع ضيوف لم يكونوا أكثر فما لبث أن جاء بعجل حنيذ وكذلك العرب قبل الإسلام كان لهم العادة في الحج وهذه العادة أخذوها أيضا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتوارثوها فالإسلام جاء وأقر هذا الأمر وهذه العبادة. طبعا هناك بعض الأمور السلبية التي شابت بعض هذه العادات والتقاليد، الإسلام جاء وألغاها. وكذلك الشعوب الأخرى، الشعوب الأخرى التي لها عادات نحن ننظر الى تلك العادات فان تعارضت مع المبادئ الاسلاميه ينبغي الفاتهم الى ترك تلك العادات ولكن اذا لم تكن متعارضه مع المبادئ الاسلاميه او كانت عادات حسنه فلا مانع في الاستمرار في تلك العادات فالنتيجه انه لو راينا ان عادة منطقتنا تختلف عن عادة المناطق الأخرى لا يصح ان نعتبر عادة منطقتنا من الإسلام ونحاول فرضها على الاخرين في حين انه قد تكون عادة ليست جيدة قد تكون عادة سلبية و أو حتى إذا كانت عادة حسنة، لعل عادة الاخرين حسنة ايضا أو أحسن فينبغي ان لا نشغل انفسنا في الامر الثانوي ونترك الامر الاساسي وهو القيم الاسلاميه الاصيله، فبناء على ذلك التمييز بين القيم الاسلاميه وعادات الشعوب المسلمه، هذا التمييز سوف يوضح لنا ما هي الأمور التي ينبغي أن تستمر باعتبارها من القيم الإسلامية، وما هي الأمور التي هي عادات الشعوب فننظر إليها نظرة مجردة إن كانت حسنة تستمر، وإن كانت سيئة ينبغي محاولة تغييرها نحو الأحسن. هذه النقطة الأولى التي أردنا أن نذكرها أن نذكرها في هذه السلسلة من المباحث. إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نواصل هذا البحث ونذكر له بعض الأمثلة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين السطورِ لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور